ان شاء الله مستقبلا وتكوني معاهم ان شاء الله كمراه حاليه اللي تقدر تشد مشاعر النقابه. وكنوجه واحد التحيه نضاليه خاصه لاعضاء المكتب الوطني النقابه الوطنيه. عبر عندها 43 سنه لا غنحاول ان شاء الله نزيدوا بهذا الصرح هذا وفرحان من خيرات هذا الصرح هذا النقابه الوطنيه للشجار المهنيين. تستغنى بانفتاح النقابه على جميع المهنيين، يعني بالدرجه الاولى لقينا واحد الباب اللي تفتح لينا حنا كمهنيين قدر الفواكه اللي بالدرجه الاولى عندنا واحد الاشكال خطير هو ان القطاع ديالنا اللي كيخلق الثروه ولكن ما كياخذش المقابل ديالو. نبيل النوري رئيس النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين المغربي. اليوم كيفما اتفقنا المؤتمر الوطني الاخير الثامن بان باش تكون كتابة إقليمية التي يكون فيها فرع قطاعية. اليوم نقابة وطنية يكون فيها قطاعات مهنية. اليوم تتعرفوا بأن الرباط اليوم شهد واحد الجمع عام اللي عرف واحد مجموعة ديال القطاعات ما يفوق 10 ديال القطاعات اليوم، وهذا ما حققنا هذه التوصية ديال المؤتمر الوطني الثامن، وهذا ما يبقاش هنا في الرباط. فأنا كما بعد مجموعة من الأقاليم اللي قامت بنفس البادرة، فالإخوان اليوم تيكملوا التوصيات ديال المؤتمر الوطني الثامن. فمثلا خريبكا، الخميسات، سلار، رباط، الخنيطرة، كذلك في السيمانة الأسبوع المقبلة تكون عندنا الحسيمة، الدار البيضاء، إنسكان، أكادير. فهذا اليوم كاين واحد مجموعه ديال اللقاءات التي تكون مؤتمرات اقليميه على الصعيد الوطني باش يكونوا فيها تمثيليه ديال الفروع القطاعيه، وغادي نكونوا بان كملنا هذيك التوصيات ديال المؤتمر الاخير. فاليوم الحضور اللي كان حاضر اليوم كان حضور مهم وزين اللي عبروا على المشاكل ديالهم، وحنا بصدد باش نوجدوا واحد الميل مطلبي ديال جميع القطاعات ان شاء الله مستقبلا، وتنتمناو التوفيق وتكون الاخوان ديالنا في الكتابه الاقليميه حتى هما يديروا نفس. كاين واحد برنامج عمل اللي نشتغلوا عليه كاملين كمكتب تنفيذي على الصعيد الوطني ان شاء الله مستقبلا. شكرا. عروس محمد عضو مكتب تنفيذي النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين ورئيس اللجنه التحضيريه لهذا الجمع المبارك ديال المؤتمر الاقليمي بالرباط. اولا كنبغي نشكر جميع الاخوان ديالي اللي ناضلوا ومنذ المؤتمر الثامن وما في تأسيس قطاعات قطاعية على صعيد إقليم مدينة الرباط. وكانت واحد الفرصة مهمة أن نتلاقاو مع إخوان جدد اللي عندهم واحد المجموعة ديال المشاكل القطاعية. لهذا هاد المسؤولية هادي مسؤولية نورمالمون تكليف كثر من تشريف. وحنا بصدد ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل غادي يكون اجتماعات ماراثونيه كل قطاع على حده اللي تستير جميع المشاكل سواء اقليميه سواء وطنيه لادراجها واخذ بدايه الحل ديالها والجلوس مع مختلف الجهات المعنيه باش تحل هذه المشاكل القطاعيه. وحنا كان في نفس الوقت كنبغي نشكر جميع الاخوان اللي حضروا في هذا الجمع المبارك، وتحيه للنقابه الوطنيه للتجار المهنيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.